فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. لما امسح أراضي نادي من الفجر يا بدر يقوم، تغمرنا الرحمة اللي نادي انت اكيد بشهر الصوم. لما مسح حراتي نادي الفجر يا بدر يقوم، تغمرنا الرحمة اللي نادي انت اكيد بشهر الصوم. وهلال المغفرة مرسوم يفرح بالصدقة المهموم. يا شاطر يا شطارة، تعال نطير طيارة.
انت تمسكها بايدك واحنا نلف الدوباره. جد يا شاطر يا شطارة. ازيك يا جد؟ وحشتنا خالص خالص. جد حبيبي احنا فرحانين جدا ان حضرتك معانا النهارده في فندق توتا وايه في حدوتة. بجد كانت مفاجاه جميله جدا من توتا لما قالت لي ان احنا جايين لحضرتك عشان تحكي لنا اجمل حدوته يا جد. ازيك يا واد يا فندق؟ ازيك يا توتا؟ كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، رمضان كريم عليكم. لا انا زعلان منكم خالص، بقى تروحوا تسجلوا مع تيتا فندقه وتنسوا جده، بقى ده كلام يا ولاد؟ لا انا زعلان منكم، زعلان خالص. بس خلاص يا حبايبي، طالما انتوا جيتولي وعرفتوا غلطتكم وندمتوا على اللي انتوا عملتوه فانا مسامحكم. طبعا يا جدو انت مش محتاج مقدمه، انت معانا كل الحلقات وعارف ان فوازيرنا السنه دي عن قصص الايات في القران. قول لنا بقى يا جدو، النهارده احنا معانا مع الجزء 28 من القران الكريم، يا ترى هتحكي لنا حدوته ايه النهارده يا جدو؟ هحكي لكم النهارده يا حبايبي عن قصه من قصص القران الكريم، والقصه دي موجوده في الجزء الكام؟ في الجزء 28. طيب القصة دي بتحكي عن ايه يا جدو؟ عن مثل ضرب الله لنا ليعلمنا ان التفاضل بين الناس عند الله مش بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه ولا بالسلطان، انما بقية توتا يا بندق، انما بقوة الايمان بالله والتمسك بالدين. الله، ما شكلها هتكون قصة جميلة قوي يا بندق. أكيد يا دوتا أكيد. كان فيه رسولين ربنا بعتهم لينا، وكان ليهم زوجتين كافرتين، وهما زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام. كانت امرأة نوح دي بتعمل ايه يا حبايبي؟ كانت امرأة نوح دي عليه السلام كانت بتنقل سره لقومه، وكانت بتسخر منه، وكانت بتقول عليه انه مجنون، وكانت بتخبر قومه ان مين آمن معه عشان يردوهم عن دينهم ويعذبوه. طيب كانت امرأة لوط بتعمل ايه؟ كانت تخبر قومه اذا جاء للوط ضيوف، يعني كان لما يجي ضيف لسيدنا لوط تروح تجاري تخبر قومه وبتحرض قومها عليه. بس ده طبعا ما منعش عذاب ربنا ليهم، لأنهم كانوا زوجتان نبيان، بل أخبرنا الله أنهما سيدخلان النار مع الداخلين. على العكس يا حبيبي، كانت امرأة فرعون كان زوجها شديد الكفر. انتوا طبعا عارفين فرعون كان ساعتها بيحكم مصر، وكان يدعي الألوهية، وكان يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. كانت امرأة فرعون ملكة تحكم وتأمر، كانت تلبس أفخر الثياب، وكانت تنام على الحرير، وهي من ربت سيدنا موسى. ولما ربنا يا حبيبي بعت سيدنا موسى لفرعون عشان يقول له آمن بالله، آمنت به زوجة فرعون وأخفت إسلامها. ولما عرف فرعون بإسلامها عذبها عذاب شديد قوي، وتركها في الصحراء بلا طعام ولا شراب، حتى طلبت من الله أن يبني لها بيتا في الجنة وينجيها من فرعون وعمله، فأراها الله مكانتها في الجنة فضحكت واستبشرت وماتت لتدخل الجنة. وبرضو يا حبيبي ستنا مريم ابنة عمران برضو آمنت بالله وأطاعت الله في كل ما أمرت به، فكان جزاها إيه؟ طبعا كان جزاها إن ربنا دخلها الجنة. فربنا ما بيبصش لحسبنا ونسبنا، ولكن بيبص على قوة إيماننا وتمسكنا بديننا وطاعة أوامر ربنا سبحانه وتعالى. ودي يا حبايبي كانت نهاية قصتنا، يا رب تكونوا استفدتوا من القصة. ها تقدر يا بندو انت وتوتا تقولولي استفدتوا ايه من الحدوتة؟ ها مين هيقول؟ اه طبعا انا اتعلمت اني مش مهم اكون مين ولا ابن مين،
يبقى اهم حاجه يكون ايماني بالله قد ايه وتمسكه بديني قد ايه علشان ربنا يرضى عني ويدخلني الجنه. وانا اتعلمت ان المقياس عند الله مختلف عند الناس تماما، فالله لا ينظر الا الى القلوب وما فيها من ايمان، فلنري الله خيرا فيها حتى يرضى الله عنا. شاطرين يا حبايبي، شاطرين، برافو عليكم. ودلوقتي جه دور اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا، جمهور فندق بدون ترجمين. مطلوب منكم اسم الصوره ورقم الايات اللي هتكلم عنها قصتنا النهارده، وعلشان نسهل عليكم فزورتنا النهارده هتلاقوها في الجزء الثامن والعشرون من القران الكريم. وما تنسوش تكتبوا حل الفزوره في اللينك اللي هيظهر لكم اسفل الفيديو، تكتبوا فيه اسم مدرستكم واسمكم الرباعي والصف الدراسي ورقم تليفونكم عشان نقدر نتواصل معاكم. وفي نهايه حلقتنا بنشكر ضيفنا الجميل جدا جد صنفور محبوب جماهير بندق هدوته. كل الشكر ليك يا جد على وجودك النهارده معانا وعلى الحلقه الجميله اللي عملتها معانا. نورتنا بوجودك النهارده يا جد، وكانت حلقه مميزه بوجود حضرتك. ربنا يخليكوا ليا يا حبايبي، وشرف كبير جدا ان انا كنت معاكم النهارده. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان كريم عليكم، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونشوفكم في حلقه جديده مع بندق ودوده وايه حدوته. باي باي. حراتي والزينة على باب الحارة، بصندوق بيروي الحكواتي، قصة جديدة بكل زيارة.